كما ترون الجامعة الملكية للسيارات العتيقة تقوم بحملة وبجولة بالسيارات العتيقة، هذه التحف الفنية الرائعة لأجل التحسيس بخطورة وباء كوفيد 19، لأنه كما تعلمون هذا الوباء ليس له علاج فعال، اللقاح لا زال متأخر، وبالتالي فالعلاج الوحيد الموجود الآن هو الاحتراز والتباعد الاجتماعي والوقاية، وهذه الوقاية تحتاج إلى حملات تحسيسية. ونحن كجمعية مهنية تعنى بالشأن القضائي وجزء من المجتمع المدني ندعم مثل هذه المبادرات الوطنية والمسؤولة والتي تخدم الصالح العام، ونتمنى لها النجاح والإشعاع إن شاء الله. شكرا لكم. احنا الان كنتواجدوا بساحه جامع فنا، وهي كانت مبرمجه في اطار الجوله السياحيه والتحسيسيه ل يعني اعاده تنميه وديناميكيه مدينه مراكش سياحيا وثقافيا واقتصاديا. وهذه الفسيفساءه ديال السيارات كيف ما كتلاحظوا جاء من مختلف مناطق المغرب، من الجنوب، من الشمال، من الشرق، من الوسط، من الغرب، من المحيط، اللي عبروا ب كل تضامن على المشاركة ديالهم من أجل تقاسم هذه الفرحة مع السكينة ومع الجمهور المراكشي هذه المدينة البهجة وهذه المدينة الجميلة. فالنشاط ينظم بشراكة مع بتنسيق مع ولاية جهة مراكش أسفي في شخص السيد ولي الجهة، وأيضا جميع المصالح الخارجية، وكذلك الشراكة والتعاون مع الودادية الحسنية للقضاة بمكتبها الجهوي مراكش هنا. السيارات المتواجدة الآن حوالي 45، وهي هذه السيارات هذه هي ساهمت كمساهمة تطوعية للتحسيس بالسياحة الداخلية، وأيضا ب يعني التوصيات والترشيد على هذا الشيء ديال وباء كوفيد 19. والحمد لله راه كانت مشاركة غنية، لأن عدد المشاركين تقريبا وصل حوالي 70-80 مشارك حسب التواجد ديال السيارات. ومازال السيارات إن شاء الله في الطريق جايين من طنجة ولا من أكادير. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.